بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أي رسام تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ كان رساماً يسمى موني. اليوم أيضاً سننظر في لوحة من لوح موني. ينتظرنا منظر آخر مختلف عن المنظر الذي رأيناه في المرة السابقة. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحة موني الآن مباشرة؟ كان موني قد رسم الكثير من المناظر. واو، إنها حديقة خضراء رائعة. أشعر كأني أشم الرائحة المنعشة للأشجار من هنا. وقد رسم هذه الحديقة المليئة بعباد الشمس هكذا. أليست لوحته فياضة ودافئة حقاً؟ تعطي هذه اللوحة إحساساً قوياً مع تناسب لون الأحمر والأخضر، وتجعلني أرغب في دخول مشتل الزهور المرسوم فيها وأشم عبير الورد وأركض في مواجهة النسيم البارد. اسم هذه اللوحة هو امرأة بمظلة موني. يبدو منظر الامرأة وهي مرتدية فستان أبيض وممسكة بمظلة مذهلاً. برأيي لمسات الفرشاة البيضاء القوية تجعلها تبدو أجمل. اسم هذه اللوحة هو زنابق الماء. قد حفر موني بركة كبيرة في حديقة بيته وزرع زنابق الماء فيها. يقال إنه قد رسم لوحات زنابق الماء فقط بعدد يناهز 200 لوحة. اليوم سنرسم هذه اللوحة معا، هيا بنا. نرسم أوراق الشجر الكبيرة والصغيرة في الجانب. لا يجب أن نرسمها بشكل واضح جداً. نرسم أوراق الشجر التي نراها في الخلف بشكل صغير أيضاً. ونرسم أوراق الشجر التي تتدلى بشكل خفيف لكي نعرف مكانها. نرسم بتلات أيضاً بشكل خفيف. سنلونها الآن مباشرة. هكذا نلونها مع خلط ألوان مختلفة هكذا. بالألوان التي تحبونها. Thank you.
يمكننا أن نرسم في الخارج هكذا بهذه الطريقة. ونلون الأجزاء التي في الخلف بشكل أفتح قليلاً. يمكننا رسمها كأنها تبدو بعيدة. بالنسبة لأوراق الشجر المتدلية، لونوها بعد أن تلونوا البركة بشكل تام. من الصعب أن نلون البركة بعد أن نلون أوراق الشجر، لأنه يجب تجنبها. وإذا لونا البركة بعد أوراق الشجر، قد تختفي أوراق الشجر بينما نلون البركة. لذلك نرسم أوراق الشجر بعد أن يكتمل رسم البركة. أكملوا الرسم بهذه الطريقة بالألوان التي تحبونها وبحرية. أوقفوا الشاشة لوقت قصير ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، هل انتهيتم من الرسم؟ أكملت الرسم هكذا. كيف رسمتم يا أصدقائي؟ نعم، كيف كانت محاضرة اليوم؟ كل جزء من المنظر كان جميل ورائع، صحيح؟ ما هي المناظر التي تحبونها؟ أي منظر تحبون يا أصدقائي؟ أتمنى أن ترسموا بشكل رائع مثل الرسام موني وأنتم تنظرون إلى المناظر التي تحبونها، ومن ضمنها الجبال والبحار والأشجار والبحيرات بينما تفكرون فيها. أريدكم أن تجدوا ألوانكم الخاصة مع مرور الوقت. نعم؟ إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة. مع السلامة.